بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وصل اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، عندما أنت وأيدين وضمهات نقيا ما ملية دوينة با سيبا دكي سوقا بانقابية كولا كان يد دوينة هترضى بدن لك سوقا بقليبا أنت كدب درسك السيدة لغت المامع عوان كي سوى حويان قفك مؤمن كا دين تيس وحي كا إفتاه دقن كي سيا خلاق ديس وحي ده دان علماء اللغة كالإمام الراغب وحو تلمامي الخلق والخلق أصل واحد أريغا خلقيغا أبورك كسابسا يا أريغا خلقا دقنك كسابسا وأري قرأ في عربات أريغا سي هدي لامك للريب والخلق اللي ده وموقالك يا هي أدى أما شكلك أما الصورة ده إيشو أي أركته يا قفكو لي خلق هدين لهننا وحيدا هذان ودقنك يسجي هذا طبيعة هذا قفك بين آدم كوليهي إيه بصيرته قلبي واركه إذن منا إيشا هرال واركا بصرك منا بصيرة داركتا سكال هذين هنا دعنا وحويا قفك موقال كيسا سريم مغضية موقال كيسا نبتا موقال كسري وحكم مهم سن موقال كهوسة ولذلك ما إلهي قرآن كوحكوليه يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير إلهي وحليه سبحانه وتعالى رر نبي آدم وحن يدي سؤدة جيني لباسا يواري سوآتكم وريشا هو أسطرة عوردين سكون قرحسان هو كان سرائي نحرانه سببها الله قاتوا حكم ده إن تكو عوردة ده أسطرتي لبا وحكم ده إن الموقال كاقا كو قرحسيت أو ريش كو نغضة لكن إلهي وحليه ولباس التقوى ذلك خير هو قال لك عبسك وهو عورد قرصونه هوسى أسطرة إدقن كاه إخلاق ده كاسا خير با إلهي لي كاسا كان كفي عن سيدا دو اكتهي سيدا تهاك قرح بدا دي دقا قوليتو قرح دا دي موقال كاقا سنو بس سمين ما يعني ولذلك علماء دو حيدا هدان إيمان كو بيدا هدان وحي كتل ما من إيمان كو وقيت قلبك كبحا علم كو بيدا هدان وقيت كأصوشي سي عروق دي سي يعني وقيت كسلكي سي هي حديدة دي سي وكتاقنا عبادة دو بيدا هدان وقيت كلامه دي أخلاق دانا وحيدا هدان ومرح قيت كو بحيوه إذا إيمانك هو صوشي وحنا يقول لسنايان وداني إيمان شيرين حما مصاب حيان عبادة دبي لين والله مهي وقيت كنت المام يبحين إيه أخلاق دو واحد كنت المامين إن إتهاي فمرضي لك قوسني ومره سأوجد النبي عليه الصلاة والسلام وحو كنت المام يا وحلو سبحي يبين إتهاي إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو صالح الأخلاق وحل يسعد ريب النبي عليه الصلاة والسلام إن أن لما يستره أخلاق ذا تيدا في عن تيدا صوبا تيدا قرحون وكان النبي كردقي
risaaladiisa cilladeeduba inay tahay inuu dhaqanka hagaajiyo. Waa midhaha adduunka lagu goosto. Idan taskiyatu lakhlaaq aw taskiyatu nafs hiya algaaya alula, waa hadafka koowaad ama ujeedooyinka ugu waaweyn ee saaxibu risaala calayhi salaatu wasalaam u tilmaamay. Inana waxaa haboon markaa diinta markaynu qaadanno inaynu u fahamno inay suluuggeenni iyo afcaasheenni iyo dhaqankeenni iyo qaab nololeedkeenni wax ka bedesho. Hadday taa wax ka bedeli kari weydo, waa diin jaafa. Walidaalik ayaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala saddexda shay u tilmaamay nebigu inuu qabanayo waxaa ka mid ah: laqad manna allahu cala almu'miniin, ama huwa aladii bacatha fi lummiyiina rasuula minhum yatlu calayhim aayaatih wayuzakiihim wayucallimuhum alkitaaba walxikma. Ilaahay wuxuu leeyahay, ilaahay kitaabkiisa ku dul akhrinaya, xuje ku oga weeyaan. Shayga labaad uu qabanayaana waa maxay? Wixii aqbalay taskiyatu nafsi in loo sameeyo, waa idin tahiraya, oo wuxuu idinka tahiraya uskaga bini aadamku uu hoosta ku wato. Aadanuhu uskaga saruu isku dayaa inta badan inuu iska maydho, oo saabuun iyo kariima iyo waxaana iibsataan oo dhan waxaa rabtaan muuqaalka sare inay ku qurxisaan. Waxaase iib u baahan iyo wixii lagu qurxin lahaa muuqaalkaaga hoosee dhabta ah, kaasa ah shakhsiyaddaadii dhabta ahayd. Shakhsiyaddaada dhabtaa sidii aad u qurxin lahayd bay isweydiin leh. Nebiguna wuxuu u yimi calayhi salaatu wasalaam shakhsiyaddaa inuu qurxiyo. Intaa waxa dheer markaa inuu kitaabkii xikmadda baro. Waxay leenahay cibaadaadka islaamiga ilaahay inagu waajib yaalay, duquus wax la sameeyo unoo haykaloo lala yimaado quna maaha, ee wax weeyaan farsamo lagu qurxiyo akhlaaqda qofka bini aadamka ah. Waa farsamo qofka gaadhsiisa inay ruuxdiisa iyo dhaqankiisa iyo akhlaaqdiisa iyo dadnimadiisa dhabta ahi kor noqoto. Sidaa awgeed waxaan leenahay cibaado kastoo diintu ina fartay risaala akhlaaqiya bay leedahay, hadaf akhlaaqeed buu leeyahay cibaado kastoo diintu ina fartay. Haddii labadaasi ay kala baxaan oo cibaadadu ay dhalin weydo wixii laga rabay, cabsi weyn baa jirta in aakhirana wixii laga rabay lagu waayo. Adduunka hadday dhalin weydo wixii laga rabay, tusaale ahaan arkaanul islaamka wax ka mid ah haddaynu tilmaamno, yani qur-aanku wuxuu ka warramaa inta badan xikami alcibaadaati wa asraariha, waxay yidhaahdaan culammadu. Fuqahadu inta badan waxay xoogga saaraan cibaadaadka ciilalkooda ama shuruudooda ama waxay ku asaxaan ama waxay ku buraan, laakiin culuumu tarbiya, culuumu tazkiya, iyadu waxay ka warantaa xikamka iyo gaayaadka looga dan leeyahay cibaadaadkaasi. Sida awgeed matalan salaada ilaahay markuu ka warramayo wuxuu leeyahay waaqimi salaata ina salaata tanha can ilfaxshaai waalmunkar. Salaada ooga baa la yidhi. Salaada maxaa loo oogaya? Ina salaata tanha can ilfaxshaai waalmunkar. Waa gaayada salaada waxyaabaha marka la oogo laga faa'iidayo waa tan. Salaaddu waxay kaa reebaysaa waxa xun ee foosha xun iyo waxa diintu diido, labadaaba waa kaa reebaysaa. Min alfuxsha waalmunkar, alfaxshaa. Qofka aan tukani, qofka tukan markaa waynu ka dhaqan gadisnaadaa. Qofka tukadaa salaadda tani wixii ay sheegaysay waa in lagu arkaa. Waa cibaadada tani matalan salaadda waxayna baraysaa kala dambayn. Taalayn saf qura wada gala, nin qura idin tukinaya, ninkaasoo qura daba soconaysa, astaamuhu markuu idin tusiyo wuxuu sabaynayo unbaa ka daba odhanaysaa, saasaa u soconaysaa. Waa sistem qiyaada leh, waa sistem leh nidaam go'an. Wuxuu doono ninku isna kugu wadi maayo, wax go'an buu kugu wadayaa. Hadduu qaldamo sheeg baa lagu yidho sax,
سبحان الله ده سيدي للربي ما سيدات قوة داوية وإن لتوسيو إذا كلا دنباي بيكو بريسا وحيكو بريسا تواضع يسنان يمدن مواميش قرى يسوي مادان مدحوينه يمسكين كسوق الشوقة مال غابينك يا عالمك يا نكر ريرميك يا فقيرك يا كلاس استدكو مكا لهم مجتمع مسلم طبقات مكة لها انصارك ما لها انك لا يدد بن آدم كسما يستينو لموا طبقات نواديد الله تقا انت لعكت لين نادي قاري تقا هاي من انكورن ما يعني شاهي كوكو غالي قرين ايان من كاوات سكتكيسة قل قدا كوكا شاها صدح دولار رسين ايان واها نو ايمن نسيدو طالة ان سكالة ليسو ريوي ايان وحيا بها سيوك علي لكن هالكا كندات كوردن با ايمن ايان من حول هايستي يمينا وحبا هايستي من مسكين هاي يمينا مسكين إذن تواضعي أخلاق دا اللي اسبرايا كبر كان اللي اسكر ريبايا مركا وحول لأن عبادة دا الصلاة دو وعبادة مقاصد اللو قد دن لي هاي اي كمتا هاي إنا الفحشاء والمنكر ريبتو إنا يددك دقان حمو أردن كان ريبتو سو قد نبقى عليه الصلاة والسلام سو قد شوغا حديث كوي إمام أحمد يبي هقي في شعب كيسا يكسر رينيا شيخ الألباني الصحيح كنت المامايو يسوع النبي قفدي عليه الصلاة والسلام بان ننبع لصوح هذا القاضي الصحابة دي ما يسوع حلا يدين كاهبلا وريوني كان هبين كينوت كذا بيد هذا مرة صلاة الليل كوكعة ما نتينا قعدتي سمير النور سنة ما كان نكان لبوا حوان سقام بيشجير وكيا بي هبين نوت كذا ما لنتينا وحبو يرى قاضا وتوغني ما يشرته ولا بقاده كرفب دبتنا النبي عليه الصلاة والسلام حقولي إنه سينهاه ما تقول أو ستنهاه صلاة رواية كله وحنا الشيخ سنة دي يشرته النبي قولي يدا كريم يسكى الله فبنو كل صلاة الليل بوتو كذا هذا ينبطعي يدا كريم بدون ترنق محمدا كلا الشيخ سنة النبي قوت المامي عليه الصلاة والسلام يعني قف صلاة الليل وكعي وين ونقى كيسو يسبدلا مركا وحن لان نهي مفهوم كحقيقي الصلاة دينو وين مريه لك الربي لشا وين يدقى الحمائي أخلاق حمائي وحاصلنا لنك الربطة مثلا زكو زكا دماها عشور دك حوق لك قاضو وحوله وقفك عن طوع وبحيو سو كرالية وبحيو وحول الله تلقى لقفك نفتي سي مالك سبين كطهره ساو قد بقى إلهي وحكت المامية خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم حوله هذا واحد قد بقى إلهي للصدقة تاسو تطهير النفوس وصبينسة وتزكية النفوس والمال حوله هذا إلهي يقوب برارين يقوب براريان صدقة أما الزكاة السيدة يتيها دي الله بحيه أعيد هذا دولة مريكا وحي عشور قاطور دان مركا اللي اسفدره هدين نظام حساباتك زكاة اللغو حسابيه وحي قاطور دان متري بيرسات من غنية لكن نظام حساباتك اللغو قاضى عشور تان أهينك الزكاة وأيو إنكم كعصوبة لغا قاضى iyo waxa sanad kan macaashay wixii hore laga qaado cashuurta dad 2 bilyan leedahay oo xoola lacagaas sidati oo 100 kun ku soo gasho 100 kun baa cashuuraya 2 bilyan waa intii hore ay ka soo hareen marka lagu cashuurayo laakiin wax laga yabo 100 kun kun inay ku cashuuraa 100kiiba konton ama 100kiiba farta systemkan waxa uu dejistay nimanka xoolaha leh ayaa inta badan dawladaha u badan iyaga system ka dhigtay ويا مسكين كادبر كيس لفولا مسكين ما مسك الله لفولا لا ما مغش مسكين جسق وحماله ما أقولين مشاهر كيرو سوقاتهم بيقول كي وافر ذاك هذا يا هذا يوم عمك واحد ما يعني تادي بالله قاعد قريا لو ضد كان كارودن إن لعكتها بدم الله قاعد لكن ما الغبي كل لعك بدم بحين ما يمكن صالوا يا لوب هوليس كلوسا ما استوى إنفستمنت هدو قليا وحن بالله قديني وحن دوس ما يو وحن بالله قديني شقاء أبور دوس ما يو وحن بالله قديني ما كا يو وحي سما يستين ودوين لمرو على كل وحن قدن لا يو وح عشور لقاضون أنا مركل لا يسكون دروا
almost barakeen hadduu zakada qaada lahaa way isku dhadhawaan lahay. Waxay dhahdaan zakadu waa 2.5, waa 2.5%, boqolkiiba laba iyo badh. Laakiin xoolahaaga oo dhan ah odhan maysid inta sanadkii hore zakeeye, sanadkan zakeyn maayo ma jirto. Xoolaad haysato oo dhan baad ka bixinaysaa, maxay 2.5. Marka haddii laysku eegabay leyn xataa calculation ahaan way isku dhadhowdahay, wax kala badan maaha. Laakiin dadku unbaa jeclaaday xagga cashuurta inuu cararaan xagga zakada iska daayaan sistemka inuu dhaqanay. Waxaa zakada loo keenay waa zakadu waa wuxuu qofku bulshada uu rabo inuu ku celiyo. Bulshadan dhexdeedu lacagta ka keenay, xoolihiiduu isticmaalay, xoogoodii inuu ku celiyo. Waxay keensanaysaa naxariis, inuu dadka u naxariisanayo. Waxay keensanaysaa dadku inuu noqdo dad walaalo isku xidhan. Kan faqiirkaana isaga zaka laga qaadi maayo waxba ma haysto. Wax zakoobaba haddaanu haysanin isaga laga qaadi maayo. Idan zakadu waa takaaful ijtimaaciya wax abuura. Zakadu takaaful ijtimaaciya wax abuura weeya. Haddaynu soonka eegno, soonka Ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa waxaa la idinku waajib yeelay idinka iyo kuwa idinka horreeyba soon. Waxaa laynagu waajib yeelay lacallakum tattaquun baa Ilaahay kay tattaquu manzilatu taqwa si aa u gaadhaan. Ama nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa idaa kaana yowmu sawmi axadikum haddii midkiin uu sooman yahay maanta falaa yarfus walaa yaskhab yuu hadallada xun ku hadli yuu qaylin inoo buuqi adoo sooman haddii lagu caayo ama se lagula dagaalamo waxaad ku tidhaahdaa inni imra'un saa'im war waan soomanay anugu dhin. Waa training lagu gelinaya bil sanadkiiba ugu yaraan haddii aanad wiigiiba laba casho gelaynin ama bishiiba saddex casho gelaynin oo ah sida sunnadu ku soo aroortay loogu talagalay. Maantana ay dhakhaatiirta caafimaadku dee ku talinayaan oo ay Nobel Prize-kii 2016-kii biomedicalka lagu qaatay waa soomka. Wiigiiba in laba casho la soomaa buu nin Jabaanisi ku qaatay. Bini'aadamkii faa'iiday u leedahay iyo aqoonta cusub ee autofaajiga la yidhaahdo oo tilmaamayay sida jirku isu cusboonaysiiyo ee unugyada gaboobay uga takhalluso isla markaana uu spare part uga dhigo. Inta uuna gadilo ayuu haddana unuga la googoynaya spare part looga dhigaya jirka intiisa kale. Marka waxay leeyihin soonta waxay samaysaa jirkaaga inta liidatana inay disho inta kalena inuu cusboonaysa waa lagu dhalinyaroobaa marka. Odayada waxaan leenaa hadaa dhalinyaro doonaysaan iyo dadkan da'da ka carreeya, dadkan isuduuba iyo dadkan isqurxinaya, war sunnadii nebiga raaca waa qurux badnaanaysaane. Saa awgeed nebigu wuxuu leeyahay haddii midkiinuu sooman yahay training-kaa markaad gasho waa in akhlaaqdaada iyo dhaqankaagu isbedelaan. Wixii loo soomayay midhaheeda waxaa ka mid ah inaad baratid dulqaad, inaad baratid iyadoo lagula dagaalamayo inaad qabowdaa qof degan noqoto aad tidhaahdaad raalliha waa arrin waan soomanahay. Ninkan soo xaydxaytee gafeedhka kuu duubanaya waxaad leedahay anigu waan soomanahay raalliha ka ku caayay waxaad leedahay anigu waan soomanahay adigu qaylin maysid oo buuqi maysid dagaalami maysid. Waxay sheegaysaa markaa mafhuumka soomka laga rabaa waa inuu dhaqankaaga wax ka bedelo. Masaa'ilkii ajarka iyo cibaado inay tiyo Ilaahay inay raalli geliso iyo waa meesheeda. Laakiin waxaan ka warramaynaa aathaarta ay ku leedahay nolosha qofka bini'aadamka ah. Salaadu aathaar bay ku leedahay, soonku raad buu ku leeyahay. Sawgeed buu nebigu wuxuu tilmaamayay qaar baa jira sooman oo soonkoodu aan u kordhinin gaajo iyo haraad mooyaane. Hadduu dan midhihii soo saari waayo oo sidii la rabay noqon waayo gaajo iyo haraad dadka qaada. Haddaynu rukunka xajka eegno Ilaahay wuxuu leeyahay alxaju ashhurun macluumaat faman farada fiihinna alxaja falaa rafata walaa fusuqa walaa jidaala fi lxaj wama tafcaluu min khayrin يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وتقون يا أولي الألباب حجك هو بلا قوان با إلهي يلي يقف كي حج حدا يوف حمك هضل يوفاسق نما وبحن فعل يعمل طونا مران يو قلن انتو حجك كتلو حجك مركا لقالو يقفك مسلم كي حج تقو وحتك يكو أرض السلام dhul la yidhi dadkiisa daa iyo geedkiisa qodaxa ka jaray geedka aan lagu ogolayn inaad laanka jabiso qof bini aadama inaad jidha iyo inaad wax yeesho iyo daah waxaad ku jirtaa waliba soomaaligu male wuu u baahan yahay meel aan la istaataabanaynin
kululoo dagaal uniya ay wadaa meel qabowaan cidba istaabanaya inuu tago wuu u baahan yahay. Xajka waxaa la yidhi intaad ku jirto dadku waa sawaasiq, waa siman yihiin. Boqor iyo mid ka hooseeya laba maro cadcado aan tollayn baa la sitaa. Nimanka maryaheenna waa kala nooc, qaabka loo tolaa waa kala wada gedisan yihiin. Nimba sibuu quruxda moodo u socda. Markaa waxaa la yidhi labaan tolliimaba lahayn oo la isku maro uno nin waliba isku duuduubo oo inta badan isku midaba ah, inkastoo aanu midabku waajib ahayn. Inta badan caddaan wada ah ayaa dadku xidhanaya. Waxaa kaaga daran waxaad galaysaa nolol wax waliba ku yuu yihiin. Habeenkii baa toosaysaa, masqusha ku yuu baa loogu jiraa, cunnada ku yuu baa loo, ilaa dhowr milyan oo qof baa meel wada degan oo isku timetable ah, markuna wada guuraya, markuna wada seexanaya, markuna wada tukanaya, markuna waa ummadan dhan oo hal shaqo wada qabanaysa, timetablekooda isku mid yihiin. Waxay noqonaysaa wax walba inaad ku yuu u gasho, cunnada ku yuu gal, salaada ku yuu gal, masaajidka ku yuu gal, wax walba inaad ku yuu u gasho. Kuyugaasi wuxuu keensanayaa in la is-ixtiraamo, in qofka jilicsan la horumariyo, in laysu naxariisto, wayu'thiruuna calaa anfusihim, inay meesha timaado, in laysu sabro. Bannaan baa wada seexanaysaa. Halkan nin waliba qol gaaruu leeya u xidhaa, maase islaantu tidhahda caruurtana amasoo qof ouna hadli, odaygii baa hurday. Halkoo bannaan baa la wada seexdaa, mid qarwaya, mid jarriqsanaya, mid waa halkiinaasaa wada joogaysaa dhammaantiin. Ma leh meel gaaroo aadeen seexata ma leh. Waa training lagaa soo saarayo a biniaadamka saa loola noolaado. Intaynan ka waramin ajarka la helaya iyo saa dembiga loo dhaafiyo kaa loo dhaafo, waxaynu tilmaamaynaa cibaadaadkani inay raad dunawiya leeyihiin. Raad dunawiyo inta adduunka la joogaa inay leeyihiin baa laynoo tilmaamaya. Waa meel ay isugu yimaadaan bini aadamka oo dhammi, mid madow iyo mid cad iyo mid yalo waba la joogo, kala sarrayn lahayn, waxba u dhaxaynin, dadku uu sidaa u wada socdo. Ayuha alaxiba, markaa waxaan leenahay cibaadaadkeennu midhaha laga rabaa waa inay thamar akhlaaqiya yeeshaa. Iimaankeenna midhaha laga rabaa, shajaratul iimaan oo dhammi bayn leenahay, iyadaa cibaadadu ku dhisan tahay, iyadaana akhlaaqdu ku sii dhisan tahay. Sidaynu u kala iimaan badannay waa inaynu u kala akhlaaq badannay. Markaa waayo akhlaaqdu waa midhihii iimaanka. Iimaanku hadduu daciifo, waxaa la daciifa midhaha ka dhalanaya, waxaa la daciifa cibaadaadkii, waxaa la daciifa thamaradii dhalanaysay akhlaaqiyaadkii. Saa daraaddeed buu nebigu wuxuu leeyahay akmalu lmu'miniina iimaanan axsanuhum khuluqa wa xaasinuhum khuluq. Mu'miniinta waxa ugu iimaan dhammaystiran kuwa ugu akhlaaq fiican, waayo iimaanku dee wuxuu ku xidhanyahay bay leenahay akhlaaqdii uu samaynayay. Saa daraaddeed haddii uu iimaankaagu weynaado, macnaheedu waxa weeyaan in akhlaaqdaadiina ay weynaatay. Iimaankaagu hadduu daciifo, akhlaaqdaadana waa daciiftay. Sa ugeed buu nebigu wuxuu ku tilmaamay alimaanu bidca wa situun aw bidca wa sabcuuna shucba. Iimaanku waa dhowr iyo lixdan oo dhowr iyo toddobaatan qaybood. Waxa u sarreeya baa layidhi kalimatu tawxiid, waxaana ugu hooseysa maxay? Imaatatu lada can ariiq, jidka in qashinka laga daayo. Haddaad aragto ummad streetskoodu ku daafo tahay, dacful iimaan baa haya. Suuqeennu hadduu ku daafad noqdo, innaga ka Soomaali ahaan dhib baa ina haysato, iyo dad badan oo muslimiinta kale ka mid ah. Gal Robert Fiske la yidhaha wariye caana kontinaya sane wariya ee wuxuu yidhaahdaa qofka muslimkaa buu yidhi haddaad gurigiisa gasho waa guryaha dunida ugu nadaafad badan la buu yidhi, waddada hormarta haddaad eegtana waa meelaha ugu fashaxun la buu yidhi. Su-aasha isweydiinta la buu yidhi maxay ku dhacday, maxay ku dhacday buu yidhi gurigana wuxuu rumaysan inuu isagu leeyahy waddadana inaanu lahayn. Maseynu rumaysanay soomaa, gurigaaga intaad soo fiiqdo fiiqdaa waad qashinka waddada ku soo saynaysa, gurigana waad ka ilaalinaysaa, waddadana waad geynaysa. Nebigu wuxuu leeyahy iimaanka halka u sarraysa waa laa ilaaha illa allah, halka ugu hooseysana waa maxay? Waa imaadatu lada can ariiq, waxa dadka dhibayo aad jidka ka dudo. Waalxayaau shucbatun min aliimaan buu haddana nebigu sii raaciyey. Xishoodkuna waa gabal iimaanka ka mid ah. Dad aragta ummad xishoodku ku yaraaday iimaankoodii baa dacfi ku jira. Ummad xishoodku ku yari haddaad aragto iimaankaa dacfi ku jira. Waxau nebigu tilmaamayaa laysa almu'minu
بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء مؤمن كما أها كدتك الدورة إنه أمام بينه هيسانا يا كفتر ريت واس شريحة نقولي يا كويدي وحجور حسامي وان دعوة عيلا جري هذا هو في عربي ومبض وضايا يا كويدي دتك دعوة أما وحين هو هيسانا قف وقف كلين ومدو بل عندك هنا هو حكم ده قف بناء ما أنت أكتو أياد هلكو إين كله يهي بعد ما قعوا قدر يسح مدحي يقعمي يلقي وحين لا بحنا وامحي لانقر وقف كاد يجي سيجي سماش استرادا لهلك سو إين كله أياد ما قعيسا كده يسح وعين مؤمن كطعان ما هلي قف عي تبع ماها وضد كدورة لعان ما هو قف وحلع نظام ماها فاحش ما هو قف فحن ماها بذيء ما هو قف يعني أخلاق حنوع عيتم معها النبي محمد تلمام يا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ورك آخر يا الله رميسرو أما خيرك هذا لما آم لما أردن قف ولو با أما خيرك هذا لما آم وحل وحده محي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر عدي إلهي الرميسن يا مالك آخره معنى ذو حويان هدي إيمان شرو وين مسألة ذا نشرتها وين شرادتك وأما خير وقها الله أما ينسكا مصا وين نشرتها عكس هذا أحاديثي آيات بضم بابك كصار راي وقت وكوبا يا مكاين عن إذن تلما ما بهم والدنيا أيا كصار راي بابك إيمانك يا إن لا سكحره أخلاق ذا تن عكس هذا وحنا النبي قلت تلما يا ضعف الإيمانك مرح كرد شاين ونغان حمدي ضعف الإيمان كما ذكرنا إنه أخلاق حمدي نبي أوحى عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله وفي بعض الروايات خاب وخسر قيل من يا النبي يقول لي يا هي إلهي بان كن دارت من رمينين الله كن دارت من رمينين الله كن دارت من رمينين إيمان لك مهلين أما إيمان كامل أم له إلهي رسول كيسي هو كما بالله يرقفكني كان شوي يعني من كيات كان فيسا لودي دين واكي قال الذي لا يأمن جاره بوائقه وكان شاركيس وشاركيس كان نبت قليم النبوي أما هالنقطة قرية إنه كتشارمي أما هالنقطة قبائل إنه كتشارمي أما هالنقطة مقالوية إنه كتشارمي أما هالنقطة قبلية ودنا إنه كتشارمي قفك أن شاركيس النبت كهليني أو شرق وضع كاسي إيمان ما لابو نبقو تلمام هي. يعني هدو إيمان في عاني تشروه شارك أقول نبت قلي لها وإيو نبقو عليه الصلاة والسلام حلي جبريل سيدو يقول علينا يوركا إلا أن أم ليه نبقو لشاركو إن الله ورد وروي صدح على يامبا حديثك وضع تغاني جبريل وركا سيدو يقول علي ويقول ودي وحن مودي نبقو ليه إلا ليه جارك هاي صدح له inna gana wax halka isaw ki beerta laayo ka kala ku durkay iyo ki guriga lahayo guriga kala ku durkay wixii noo isku durgiyo sabab iyo xoog iyo qofka kugu xiga inad wax ka qaado waxa uu nabigu tilmaamay la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min ka zinaysana ya ma sinaysto marka uu zinada ku dhacay isagoo iimaan leh ka khamriga cabaya khamriga ma cabo isagoo iimaan leh كتوغا هي وح ما حدو اسغو ايمان له كوح بوبا يا ابو نبغول ولا ينتهب النهبه ذات شرف وانت بدان قول يا انت كحوغا وح كا قادا ما خيامدا دولتها هيستا ايو وح بوبا وحنا بقول اي بوب ما سمايو بوب كا صدق ان شاء الله راعو بل وح دارا دستا لا يدهدو وهو مؤمن شو هو مؤمنه وحما حدا بو نبي قوله ولا يغل غلولك ووحا ودليه سيدا الجهاد كمارك الله قالوا فيك الله سوقاته اما غنيمة الله لوحا ودليه يضان دتك الله قيبنا قيبت هذا قادنا هذا قصير قرطه يعني حول الدولة دوك لا كميدا دتك وردن باك وضع حيسا تبتنا اتك قاده فإياكم إياكم بو نبي قوله حديث صحيحين كوكو يالا حديثكم حوت الماما يا إيمانك يا عماش أنا نسكو حرنتهاي
مركا هدا درجتا أعماشنا عادي النقطتين معني وحويا ضعف الإيمان باكرة أعماشنا ذين ربنا نصحنا دتك إيمان كودوين نحوجنا وضد وقوق وبصاد ردد نام بيدي إلى هاي صادري وحوي ما دين بلشوين كلا نوعة قار نقالها كحن يهاي قار أخلاق دو كحن تهاي قار سياسة دو كحن تهاي أنبياء دو ناس قواس أوي ما دين قار فرعون بالله صادري وبغر دتك هلاينا يا قار وح الله صادري قوم لوطكي قار وح الله صادري النبي شعيب وقلم مكيال كي ميزان كي وح كان تخفيف نسا لكن وح عرنا وح اللي حاجة كبلو إيمانك اعبد الله ما لكم من إله غيره محا إيمانك اللوغة بلا بيا مرحا كرد شاين وحكا نشوك سنيا إيمانك مرحا كرد شا أيا أه إن وحكا نشوك سنيا مركا نبي عليه الصلاة والسلام با سوى شوكاك تسوى حلو صوقا داي قبر مسالة ليلاي رسول كسيو قبر ده بلا يلا إلا هذا وقبر صلاة بدن أو صوم بدن لكن way arab dheertay baa la yiraahdo jaarkay dhibtaa marka sunnabu wuxuu yiri fiina naartay ku jirtaa naartay galeysa waxay soon iyo salaad la sheegay adana wuxuu leeyahay naartay galeysa markaas waxa la yiri ilaahay rasuulkiisa iyo adana wax la soo hadal qaaday gabadh kale waxa la yiri waa gabadhaan soona badnayn sadaqana badnayn salaadeeduna badnayn laakiin aan inta yar أقد كاي هشيء وصدق هذا يستطاع شارك يدو وكرنا بتقلا يعني وحقا غير الجور غير لو حي شارك سيسين كرتام مساكين تسين كرتان واسيسا وأنا عرب كده نعدنا كبر نبته قبر مسكينة عرب كا هي في الجنة بنبغير يعني وحي تلمام ينبيع علماء إلى أنا حديث تاني سلادي يسون كي عبادات كي هدايا أخلاق ده في عنيسين ويانا نيجا خلال كتشرو marka salaadina nar bay galeys salaad dubay badan in iyo soonka iyo tirada iyo badan hatta inta waajib ka ah duu yahay laakiin u tiil rabay yahay inay dhaqanka wax ka bedelay salaad ilmaamaya sawgeed baa waxa la leeyahay jannay galeys xadiis ka imaam ahmed baa wariyay wa rasayh baa ulawd ku tilmaamisa idan ayuha la hibba bashoko baa ilaahay quraanka wuxuu tilmaamaya dadka muuminiinta liibaanay هل وصفين إن يكون عبادته دون فعناتي من هي عبادته كذا لنا يدق يا أخلاق ضعنا يونك سنادي سنة لا يحلي قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وعبادة مؤمنين بالليبان تي وقوة وقوة صلاة دود وقوة خشوعة مركز هذا نوحل وحكسي أخلاق والذين هم عن اللغو معرضون وقوة اللغو كتش استبال ليلي رسادنا لو حكسي عباده والذين هم للزكاة فاعلون رسادنا لو حكسي أخلاق هي معاملات والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون وأخلاق هي معاملات يعنقا رسادنا لو حكسي أخلاق والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون وكو امانه دي عهد قود الراعه كدبا هدنا عباد لو ختمه والذين هم على صلاتهم يحافظون علماء وحي هذان وها عبادتي هي اخلاقيتك ليسو دخغليي وينو ايمانك لبدا با دالو قد افلح المؤمنون بالي ايمانك الله شيغي وحو دلايو اي كسو بخيا دقن كان فيعن هي عبادته فيعن كو سائل هي لو كو جنه الفردوس دخليا أيها الأحبة نبي روح تلمامي وفق مؤمن كاي لقم وناقي سيا خلاق في عندي سينو كوغاري درجة قوة صائمين تي قائمين تا قوة مانتينا سلادو تاغن مانتينا صونو تاغن هبين كينا سلادو تاغن بوصص كي غاران دك أخلاق دا في علا نوي غاران بنمولي تنقن كاقو في عين يهي waxaad la baratami kartaa dadka zuhada ah inta iska zaahideen habeenna salaadun u taagan maalinna maxay salaad u taagan habeenna salaad u taagan maalinna soon u taagan ee zuhadaasi ayaad la baratami kartaa bi xusni khuluqki aan ku soo koobaya markaa
akhlaaqda aynu ka warramayna waa samarada iimaanka iyo cibaadaadku ay dhalaan. Waxaan ku gabagabaynaynaa, waana wax la baran karo. Halkee baa dadka barina yidhaahdaan waar anigu waan carab badnoo qof casabiya baan ahay. Yes, dadku u kala degan yihi se ilaahay u abuuray, waa dhab. Dadku u kala fahmo badan yihi se ilaahay u abuuray, waa dhab. Dadku u kala deeq badan yihi sida ilaahay u abuuray. Laakiin haddana waa la baran karaa. Ninkii waftigii Cabdulqays ka tirsanaa ee nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam, wuxuu nebigu ku yidhi laba dhaqan oo ilaahay iyo rasuulkiisiiba jecel yihiin baad leedahay. Markaasuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo waa maxay? Ma laba dhaqan oo wuxuu u sheegay alxilmu walanaa, dulqaad iyo kaadsiiyo. Riwaayadka qaarkood say tilmaamayaan kaadsiino, qof wax hubsada dulqaadna leh. Markaasuu yidhi ma laba anigu aan la imiba, mise waa laba ilaahay igu abuuray? Nebigu wuxuu yidhi waa laba adiga ilaahay kugu abuuray, dhaqan ahaan baad u dhalatay. Waa dhabo dadka qaarba sidooda biyo madaadsho ah, qaarna waa layli buubaala. Dadka badhwaa soo reer miyiga ma kala taqaaniin, awrka yaree la layliya hadda, dee sanqadha laga ilaaliya. Haddii uu weel sanqadhaya ama wax sanqadhaya la saaro, wuu jijibinaya, waa la buubaya. Laakiin reerku gurgurshaa ama hayin ama awr buu leeyahay farsamayaqaan oo degan, oo waxaa reerku sitay sanqadhoo dhan la saariya caruurtaba, biraha yaryar iyo weelka iyo waxaan sanqadhaya qalaxqalaxloo dhan iyo caruurta iyo waxaasoo dhan awrkaa guradiisa la saaray, waayo waa awr hayin oo waxaas ima dhaqaajiyaan. Markaa dadku sidooda ayaa badhhayinkaa u yihi ilaahay ku abuuray. Dadka badhna marka hore yihiin layliga buubaalka ah. Laakiin layliga buubaalka hadde waa la tababari karaa haddii muddo lagu wado, isna wuxuu noqonayaa marka dambe maxay hayin. Saa ogeed buu nebigu wuxuu yidhi innama alcilmu bitacallum wa innama alxilmu bitaxallum waman yataxara alkhayra yucd. Nebigu wuxuu tilmaamayaa war cilmigu barasho ku yimaada, dulqaadkuna dulqaad isbaris buu ku yimaada. Nafta inaad train garayso waxa laga yaabaa marka hore inaad murqiyo buurayn, laakiin haddaad meel aan lagu cayaaro gasho berri wuxuun baa lagu arkaya adigoo maxay murqiyo goostay, socaga maaha, training baa soo saaray. Naftuna waa sidoo kale, naftuna haddii tababar la geliyo way qaadataa, sidaa jidhkaaga sare haddii tababar lagu geliyo uu qaadanayo. Dadka badhba inta laga kuwa feertama intan sare waa dad waaweyn, laakiin labaadina dhuudhuuban bay leeyihin, waayo xagga hoose tirinkooda kuma jiro. Kuwa kubadda cayaara day garanka iska bixiyaan waa feedho yaryar inta sare, laakiin labaadina buurbuuran bay leeyihin, waayo intan baa laga tirin garay. Kuwan tenniska cayaara maarata labada gacmood way kala weyn yihiin, gacantu baasha ku cayaaraa baa ka weynta kale, way kala xoog bataan oo tabaa dhisantaa. Bini aadamku waa saa loo tirin gareeyo, markaa dhaqankuna waa sida loo tirin gareeyo. Iska sii daada tani ma socoto, caruurtan la sii daynayo waxaan iska daa wuu caqliyaysan, iska wuu caqliyaysan ma jirto. Qofka bini aadamka waa in la train gareeya, la tababaraa ilaa yow hayinka ka noqonayo jidka ka qabsanayo. Markuu yarya lagu soo bilaabaa schooling systemka, waxaa rasmiga laga rabaa waa in qofka la tababaro. Saa daraaddeed baa waxaa la yidhaha wasaaradda maxay waxbarashada iyo wasaaradda barbaarinta iyo barbaarintu waa maxay wasaaradda tarbiya wa tacliim, iyada ka muhiimsan tacliimka. Tacliim aan soo saaraynin akhlaaq soo saaraynin faa'iido ma leh, macluumaad madaxa lagu guray oo aan dhaqanka waxba ku lahayn qiimo badan ma leh, diin madaxa lagu shubto ee aan dhaqanka ka muqarin qiimo badan ma leh. Wixii laga rabay ma aha, waxlaaan odhan kari mayna, laakiin wixii laga rabay ma aha. Saa awgeed waxaynu leenahay waynu istrain garayn karnaa, oo aamusnida waad baran kartaa, oo deganaanshiya waad baran kartaa. Waa laga yaabaa qofba waqtiga ku qaadataa inuu ka kale ka bato inta aad waxaa qaadanaysaa uska goyimka markuu maradaada ku dhaco, uska gabadhna waxaa ku filan biyo yaroo cad inaad saa ku tidhaahdo, badhna saabuun baa ku filan, badhna saabuun kuma filan, bliich iyo wax kale inaad ugu dartaa baa ku filan.
يعني أوسك وكل بنا سيدو أدقي هاي بكو حرانتي سيدا وحا لميدا نقم دينا نقم دا جينتي كالي وأبوراني وحي السبب يان مركيبا بيها يرى لغو ميدا يقول هين يرى انت الله يشيغا هين مركيبا أي سعودان نقم دا لكنو يربا هان ترينينكو وين أن الله بليجك قارسيا سيان قف صحانو نقن كرو أن هذا الكبدن فائدة بدن ماله وركوبان ولا فهم أبا يا معنا الصمينة يا ورك النور دم ما أنت وحقوق وبيني هاي إيمان كقفك يدين تقفك ماشى أي كم مقطع كم درد شاء ودقن كيس وأخلاق ديس وسيد آدم هكلا ولا نغميو وسيد الرب جي ولا نغميو وسيد حوالها ولا نغميو وسيدو إنفايرمنت كأولادنا غمية يبي هذا وكونه لي وحرد من واحد كوس ليسين إيمانك يسوي تلقي مركا إيمانك أنا نعم كرنه مريه كده لنا يينا أن راد عينا إنا نحقيقنه صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.